خليك تظهر على التلفزيون اليوم شرب رماس هذا شرب عبي ترنجيه اليهود بكت بلدنا جميع موجودين في شهر 6 وفوق لشهر 9 ما تركاش 100 واحد يا الله بكوا علاش يعتمدوا مهمة على الفلاحة مش سمار سعودي ومن باب مشروعية الرد أطلق صاروخ باليستي في تجربة طبعا احنا هاي حياتنا عشنا عليها يعني بنموت عليها بحاول الاحتلال يعني بقدر الإمكان انه عجزنا عملية الهدم، عملية المضايقات، عملية المستوطنين هذول اللي جابوا لنا إياهم في بؤر قريبي في مناطق يانون هان بيحاولوا أنهم قدر الإمكان يضايقوا علينا لكن إحنا متواجدين هان ونقول لهم هاي حياتنا وأبا عن جد ما فيش مجال إن نعيش غير في المنطقة هاي صاروا هادمين لحوالي 20 مرة اليهود 20 مرة صاروا هادمين وطخوا لي الغنم وحملوا لي الغنم يعني مرة طخوا لي 17 راس في السبعين هذا حتشي في منطقة مخورة وفي 86 جابوا تركات وحملوا الغنم ودفعوني عليهم على كل راس 10 دنانير أردني يعني إحنا لو بدنا نبني برضو بيرجع الاحتلال بيهدم على الفاضي يعني إحنا رجعنا للكهوف يعني الخيمة اللي بنبنيها هسا أجوا اليوم والله أنا بجوز بكرة يجوا يهدموا بتوقع يا بكرة يا بعد بكرة يجوا يهدموا ساجن في هاي الارض اب عن جد يعني مش انا اللي جد بكى ساجنتين اخرى هين وجد اخرى بكى هين يعني من ما خلقنا احنا هين وضحنا عايشين تحت الظلم هذا اللي العام اربع مرات هدنا وفي 2011 ست مرات وضحنا ما خلناش لا خيم ولا شيء بتحط باب المغاره توب تزول المطر شنو جهدهن إيه هذا ابن عايش وهو ولادته وانا في مغاره ثانيه يعني هو انا ومرته وهذا ابن معي هين وهذا ومرته ابني مع الغنم يعني